أهلي وأحبتي، اليوم راح نتكلم على التحرك العسكري السعودي بمساعدة الأمريكان للتخلص من نظام بشار الأسد. كثير من الناس فهموا العملية غلط، كثير من الناس خاصة العراقيين فهموا العملية بأنه إنقاذ لأهل السنة، كما تدخلت إيران في العراق وميليشياتها التي تدعمها ليل نهار. العراقيين فهموا الأمر بأنه السعودية جاءت لتخلص أهل السنة من المد الصفوي الذي يمتد منذ احتلال العراق. طبعا الأمر مفهوم غلط من عامة الشعب العراقي، ولكن اللي يقرأ بين السطور يعرف بأنه الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعي الوحيد في إبادة الشعب العراقي والشعب السوري والشعب اليمني والشعب في لبنان وكل بلداننا العربية. أمريكا بدأت باستعمال الجنود العرب العسكريين في الدول العربية ليكونوا محرقة بلاد فارس التي تريد إنهاء الدول العربية وإعادة مجد كسرى إلى إيران. الناس في العراق فهموا بأنه عاصفة الحزم اللي صارت في اليمن راح تتكرر في العراق. لا أخواني، السعودية لما أتكلم عن السعودية لا أتكلم عن الشعب السعودي الشهم صاحب النخوة، أنا أتكلم عن أمرائهم وعن ملوكهم اللي تعاقبوا على مر السنين من حرب الخليج الأولى ولحد اليوم. السعودية أمرائها ملوكها هم من أول من دمر العراق، هم من أول اللي يتذكر بأنه كيف دخلوا القوات الأمريكية من السعودية لاحتلال العراق في الحرب الخليج الأولى. السعودية مولت كل ما يسمون بالمعارضة العراقية في بريطانيا وفي أمريكا وفي السعودية وفي الدول سوريا في هذاك الوقت. السعودية مولت الشيعي الصفوي، مو شيعتنا العرب في العراق، الشيعي الصفوي اللي متمسح بالشيعة والتشيع، وأهلنا الشيعة في العراق يدفعون الثمن. حكام السعودية كانوا سبب الحصار على العراق لمدة 13 سنة، مات من عندها 1,000,000 شخص عراقي بدون ذنب. السعودية حكامها هم اللي دمروا العراق وهم اللي وصلوا العراق إلى هذا الدرجة. السعودية من 2003 من أيام الاحتلال هم كانوا أول الناس اللي دعموا ميليشيات القتل واستقبلوا قادتها، ملوكها أمرائها استقبلوا كل قادة القتل والنحر في العراق باسم التقارب بين الأديان. فلا تتصورون يا أخوتي في العراق بأن السعودية راح تقدم لكم شيء. أمريكا ما راح تقدم بعد جنود. حرب العراق كان درس إلها بأنه الشعب العراقي الشعب غيور صاحب نخوة، ما راح يتوقف عن قتل والدفاع عن أهل العراق. ولهذا الأمريكان خسائرهم في العراق كانت كثيرة، بس الإعلام الأمريكي غطى على كل هذه الأمور. فأمريكا تعد الخطة وتخلي الدول العربية هم اللي شبابهم أولادهم نسائهم تترمل حتى تنقذ أمريكا، حتى لا يقدمون جنود الأمريكان إلى هذه الدول باسم عندنا حرب عالمية ثالثة، والشعب السوري اللي قاعد يدفع ثمنها والشعب العراقي قاعد يدفع ثمنها، حرب بين روسيا وأمريكا بجنود ومقاتلين عرب وإسلاميين بين قوسين. أمريكا راح تعمل جنود المملكة العربية السعودية حطب لغاياتها وحربها ضد الروس وحربها ضد السنة بالتحديد. ولهذا أمريكا ليش ما أمرت السعودية بأنه تتدخل، أو مفتي السعودية كمسلم ومفتي الديار
كل هذه مفتي المليار مسلم، ليش ما أمرتها بأنه تعمل فتوى للجهاد مثل ما عمل هذا الزنديق الهندي السستاني فتوى الجهاد الكفائي، وآلاف مؤلفة من شبابنا وأهلنا بالعراق ماتوا وانقتلوا؟ ليش ما خلوا أمراء وملوك السعودية ملكهم أو يعطي فتوى بالجهاد ضد المد الصفوي وضد المد الإيراني في العراق؟ لأنهم ذيل أمريكا، أمريكا تحركهم يدخلون في سوريا ويعوفون العراق من جهة ثانية، والقتلة هم نفسهم، نفس الميليشيات اللي موجودة في العراق هي موجودة في سوريا، نفس القتلة اللي يدعمون بشار الأسد في العراق هم نفسهم في سوريا. ليش تختارون بين حين ومان؟ ولهذا شوفوا حتى التناقض بين هذول الميليشيات والمدعومين من إيران. جو في العراق قالوا حزب البعث حزب محظور، حزب قاتل، حزب راعي للإرهاب، حزب 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 كذا، وكل الجرائم صارت في اسم حزب البعث. طيب ما بشار الأسد هم بعثي وهم حزب البعث، ليش تدعمون هذا على اسم؟ لأنه على طريقتكم المذهب أول شيء. فيا أخوان لا تترجون أي شيء من السعودية وحكامها، السعودية مرض، حكام السعودية مرض مثل حكام إيران، هم وجهين لعملة واحدة، المملكة العربية السعودية وإيران وجهين لعملة واحدة، والمستفاد الوحيد والأخير هي أمريكا والغرب. طلبنا من حكام السعودية وبالتحديد من ملك السعودية منذ 7 شهور أو أكثر بأنه يسمح لنا بدخول العراق من الأراضي السعودية مع جيش القادسية اللي نريد ندخل به للعراق ونتحمل اللي تحمله، أما الشهادة أو النصر ضد الإيرانيين الموجودين في العراق. من الرسائل إلى السفارات السعودية في بريطانيا وفي فرنسا وفي كل دول العالم، وحتى رسالة بعثناها إلى الملك إلى المملكة، وبعد الحاح طول مدة هذه الشهور التقينا بأحد السفراء في بريطانيا مع وفد من 4 أشخاص جو من المملكة، وشرحونا بأنه نحن لا نستطيع فتح حدودنا لكم، لأن لا نريد تخريب علاقاتنا مع دول الجوار وأمريكا. يعني تفضلوا، هذول اللي يدعون بالإسلام، احنا ناس عراقيين نريد ندافع على بلدنا، طيب انتوا ليش خليتوا المعارضة يدخلون الى بلدنا ويدمروه من اراضيكم، وما تخلونا احنا اللي ما عندنا طريق ندخل به الا عن طريق دولة مجاورة للعراق؟ فلا تهتمون، غلقتوا الحدود بوجهنا، انتوا والكويت الاثنين، احنا طالبنا من الكويت ومن السعودية والاثنين رفضوا. هاي دولة الكويت هذه امورها سهلة مو مشكلة، لان هي سبب خراب العراق الاول من 90 ولحد 2003 ولحد هسه تدعم القتلة والميليشيات لحد اليوم. هذه الدولة الكويت امورها تنحل بسيطة، هذه اللي سواه صدام حسين واغلاطه لازم ما تتكرر بعد بطريقة ثانية، لأن صدام حسين الله يرحمه عملها بطريقة مع الأسف اللي كانوا حواليه فهموا الأمور غلط. فالسعودية والكويت رفضت بأنه ندخل نحرر بلدنا، سمعوا يا أمة الإسلام أنتم، فإحنا ما راح ننطخ راس ولا ندنج، راح نشوف لنا طريق ندخل به وراح ندخل، ودخلوا فعل الناس، بس إحنا نريد العدد يكون كامل. وبدأوا بالداخل وبدأوا العمل بطرقهم الاستخباراتية والمخابراتية وطرق أخرى ما نقدر نحكيها، لأن احنا بالغرب راح يقول لك ها قضاء وما قضاء وقتل وسلب، هذا ما نريد نحكيه لأنك قضاء. نشوفكم على خير في فيديو قادم.